ليس مشهد رعب في أحد الأفلام التي تجيد صناعتها هوليود، بل هي أنقاض مدينة الموصل، حيث يبدو أن أمريكا تجيد صناعة مشاهد الرعب سينمائياً وواقعياً كذلك. فقد حولت طائرتها المدينة إلى مدينة أشباح، تتناثر في شوارعها بقايا الجثث رغم مضي أكثر من عام على استعادتها من قبضة مسلحي تنظيم الدولة. عندي هنا من ضمنهم هسا عندي عائلة صديقي اللي هي أخته وأمه هنا وياهم طفلة صغيرة، يعني وشغلة يعني كانوا صحيح هنا بالمنطقة ودواعش وهذه، بس هاي الشقق بيها مدنيين بنفس الوقت، ولي حد الآن هسا يعني موجود فيها جثث تحت الأنقاض، يعني ما حد طلعهم لي حد الآن. قصص المعاناة في المدينة المدمرة لا تنتهي، فلكل عراقي في المدينة قصة، ولكل بيت من بيوتها رواية تشهد على مأساة سكانه، ما بين عائلات فقدت عائلها وأخرى فقدت أحد أفرادها وثالثة دفنت كاملة تحت ركام منزلها المدمر. أعدادنا ست نفرات، عندي واحدة شهيدة، ساكنين بهذا البيت أثر القصف، ولهذه هسه حاليا ما أقدر أسكن به، وحاليا مأجر بيت ب50,000، لأن بيتي كله متدمر وبنتي راحت به. أما عن النازحين فحدث ولا حرج، فكثيرون منهم لا يستطيعون العودة لبيوتهم خوفا من سيطرة ميليشيات الحشدة على مناطقهم في الموصل وغيرها من أقضية نينوى. ما أقدر، إحنا أنا استعداد أروح على الشرقاط يأخذوني الحشد، يأخذني يعتقلني، اي من ورا عود اخوتك دواعش، احنا غادي يكسرون عينه الاخ والاب واخته وبامه وبخالته وبعمته بهالشكل. مأساة متواصلة يعيشها اهالي الموصل وسط اهمال حكومي بلغ في رأي مراقبين حد الجريمة، وانشغال الاحزاب والكتل السياسية بالصراعات فيما بينها على حظ مقاعد السلطة، بعيدا عن شعب يقترب شيئا فشيئا من حافة انتفاضة عارمة بدأت بالفعل في محافظة الجنوب.